انضموا الينا من لندن السيد احمد ابو دوح مستشار التحرير بصحيفه الاندبندنت. سيد احمد اذاً ماي كانت تعرف انه في حال تم التصويت فإن مستقبلها السياسي ربما يكون بخطر وان التصويت سياتي بالرفض. هل ترى ان هذه الخطوه التي اقدمت عليها ماي كانت صحيحه؟ ما هي تداعياتها؟ وما المطلوب ان تقوم به ماي في الفتره القادمه؟ اعتقد ان هذه الخطوه هي محاوله فقط لتاجيل رفض الاتفاق بمعنى انها لن تقدم ولن تؤخر في قناعات اعضاء البرلمان هنا في مجلس العموم الذين على ما يبدو ان توافقا جامعا يصعد بينهم يوما بعد يوم لرفض هذا الاتفاق. اتصور ان رئيسه الوزراء بتاجيل هذا الاتفاق كانت تتبنى استراتيجية مفادها أن تؤخر أو تقرب معاد التصويت لأقرب وقت ممكن من اليوم الذي من المقرر أن تخرج فيه بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي وهو يوم التاسع والعشرين من مارس آه المقبل لذلك هي لم تعلن إلى الآن آه ولن تعلن قريبا عن الموعد البديل الذي من المقرر أن تطرح فيه الاتفاق إلى التصويت هذا أولا ثانيا أعتقد أن تريزا مي أيضا تراهن على المزاج العام داخل الاتحاد الأوروبي بضرورة الحفاظ على تريزا مي كشريك بريطاني من الممكن التعاون معه وشريك براغماتي أيضا من الممكن أن يقدم تنازلات بمعنى أنهم لا يريدون لتريزا مي أن تسقط وبالتالي ياتي جيرمي كوربن اليساري الماركسي المتشدد الذين من المتوقع ألا يستطيع التعامل معه عندما يتعلق الأمر بالتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين وبالتالي تريز يعني تحدثنا احمد هذه عن المزاج هذا التأجيل اليوم العام ألا ترى اليوم في ظل كل هذه التجاذبات وما يحصل بسبب ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي أن المزاج العام بات يذهب أكثر إلى فكرة الانسحاب من هذه المعاهدة بالأصل والبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي خصوصا بعد قرار محكمة العدل إذا كنت تتحدثين عن نعم نعم إذا كنت تتحدثين عن المزاج العام الداخلي البريطاني أنا كنت أتحدث عن أوروبا م. لكن بالطبع يعني هذا سؤال مهم لأن قرار المحكمة اليوم يعطي أملا كبيرا لهؤلاء الذين يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي من خلال التوصل إلى السيناريو الآخر كنا نعول وأنا منهم يعني وزملاء آخرين على إسقاط هذا البرلمان غدا في, البر... في هذا الاتفاق غدا في البرلمان وبالتالي الوصول إلى جريد لوك أو جمود داخل البرلمان يؤهلنا حتميا إلى السيناريو الآخر وهو إجراء استفتاء آخر على البقاء في الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى البقاء لكن تريزا ماي يعني بخطواتها اليوم اعتقدت انها اذكى من ذلك وارادت ان تكسب المزيد من الوقت وارادت ان توصل اعضاء البرلمان الى سيناريو اما الخروج من دون اتفاق او اتفاقها فقط في اللحظه الاخيره التي من المرجح ان يكون في يناير المقبل وبالتالي اتصور ان رغم المحاولات التي تقوم بها تريزا مي والوزراء في الحكومه لن تغير من قناعات اعضاء البرلمان الذين اتصور انهم وفقا لمؤشرات اليوم والكلمات التي كانت مهينه لرئيسه الوزراء احيانا من من المتصور انهم سيسقطون بالفعل ال ال الاتفاق اذا ما عادت من دون ان يقدم الاتحاد الاوروبي لكن البديل في سيد التي من المقرر ان, أن تعقد يعني يوم الخميس المقبل هل ترى ان كوربن يملك خطه بديله لقياده بريطانيا في حال ان هذه الدائره يعني احكمت على تريزا مي واجبرها هذا المازق الى الاستقاله لا اتصور ذلك، يعني اتصور ان جيريمي كوربن الى الان لم يكشف عن عن خطته البديله، ولكن هذا ليس الموضوع، الموضوع الاهم هو هل سيستطيع اصلا جيريمي كوربن ان يشكل حكومه اذا ما تم سحب الثقه من هذه الحكومه في البرلمان؟ لا اتصور ذلك، يعني الاتحاد الاوروبي يعاني اليوم من حكومه اقليه تقودها تريزا ماي ويتم اسنادها من قبل حزب الوحدويين الديمقراطيين في ايرلندا الشماليه، اذا اذا شهدنا انتخابات جديده هنا في بريطانيا خلال الاشهر المقبله لا احد يتصور ان جيرمي كوربن باستطاعته ان يحصد الاغلبيه وان يقود حكومه اقوى من حكومه تريزما وبالتالي نفس المازق سنعيش فيه خلال الايام المقبله الميزه التريزميه انها براغماتيه انها صوتت لصالح اصلا البقاء في الاتحاد الاوروبي فمن الممكن الاتحاد الاوروبي ان يتعامل معها لكن جيرمي كوربن متشدد جيرمي كوربن لا يريد اصلا التعاون مع الاتحاد الاوروبي يريد الخروج من الاتحاد الاوروبي اليوم الاول برايك مفضلين. الاتحاد الاوروبي لماذا يرفض اعاده التفاوض في هذا الملف اعتقد ان الاتحاد الاوروبي هذا هو الاتفاق الذي استطاع من خلاله ان يبني توافقا بين الدول ال27 داخل بين صفوفه وبالتالي خصوصا فرنسا في مساله الصيد في المياه البريطانية وأيضا إسبانيا في مسألة جبل طارق وأيضا بالطبع أيرلندا في مسألة الباكستوب أو الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا لا يستطيع أن يغير أي أي من هذه النقاط الثلاث المهمة جدا والحيوية لبناء التوافق، هو يريد أن يحافظ على تماسك الاتحاد الأوروبي ويريد أن يحافظ على هذا الإجماع النادر بين دول الاتحاد الأوروبي على أي قضية ما، يعني هذه هي القضية الوحيدة التي استطاع الاتحاد الأوروبي أن يحصل بين أعضائه فيها على إجماع، وبالتالي أي محاولة لتعديل هذا الاتفاق أو بنود هذا الاتفاق من الممكن أن تكسر هذا الإجماع ومن الممكن أن يعني تنقل الانقسام الذي يعصف بريطانيا إلى صفوف الاتحاد الأوروبي وهو بالطبع ما لا يريده قادة الاتحاد على الإطلاق. شكرا جزيلا لك من لندن سيد احمد ابو دوح مستشار التحرير بصحيفة الأندباني